دلوقتي معادنا مع جولة في الصحافة ومجموعة من الأخبار والتقارير المتنوعة من الصحف والمواقع المحلية والعالمية. نبدأ من موقعنا موقع صدى البلد الإخباري، ومنه نقرأ: السيسي يبحث مع الرئيس الصيني أزمة كورونا ومبادرة الحزام والطريق. أجرأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر أمس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس تقدم بالتهنئة إلى الرئيس الصيني بمناسبة احتفالات رأس السنة الصينية، مؤكدا على قوة الدفع الكبيرة التي اكتسبتها العلاقات المصرية الصينية على مدار الأعوام الماضية في إطار شراكة استراتيجية شاملة وحرص مصر المستمر على الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين وإيجاد أفاق جديدة للعلاقات الثنائية، خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الصينية ونقل التكنولوجيا والخبرات الصينية، فضلا عن التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين في التقدم والتنمية. كما أشاد الرئيس بالدعم المتبادل خلال أزمة وباء كورونا كدليل على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، معربا عن التقدير لقرار الصين بإهداء كميات من لقاحات كورونا إلى مصر لتطعيم المواطنين، وتطلع مصر في هذا السياق لتعزيز التعاون والتنسيق في هذا المجال بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين لنقل الخبرات والإمكانات الصينية.